اسمي ندى عصام سمان. نحن انتقلنا على الكويت لما كان عمري أشهر، وسكننا فيها 20 سنة، من سنة 1970 لـ 1990. كان الوالد الله يرحمه كان المستشار القانوني في غرفة تجارة وصناعة الكويت. الوالدة كانت رئيسة قسم الإعلام بمنظمة الأوابك اللي هي منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. وأنا كنت طبعاً بالأول شيء بالمدرسة بفجر الصباح الأهلية، وبعدين تخرجت كنت من الأوائل بمعدل 98.10، وكنت 36 على الكويت. بعدين دخلت الجامعة كلية العلوم قسم كمبيوتر وتخصص المساند تمويل وبنوك. فهي كانت حياتنا بالكويت، يعني أنا بين المدرسة والجامعة ووالدي والدتي بالشغل. هلأ بالنسبة إلنا كانت الحياة كمغتربين كأردنيين عايشين هناك، طبعاً نحن كانت اختلاطنا بمجتمعنا من جنسيات مختلفة، فكانت الكويت الشيء الجميل اللي كان هناك أنه جمعت ناس من جنسيات مختلفة من دول مختلفة. هذا الشيء كتير عطانا غنى بالشخصية وغنى بالتجارب، لأنه عندك تجارب ناس مختلفة من خلفيات مختلفة. بالنسبة إلي شخصياً أنا بعد أنه الحياة بالنسبة إلي مرحلتين، مرحلة الكويت ومرحلة ما بعد الكويت. مرحلة الكويت بالنسبة إلي هي أجمل فترات حياتي، هي الذكريات، هي الطفولة، هي سنوات مراهقة وبداية الشباب، المرحلة اللي كنا فيها عايشين بمنتهى الاستقرار، الطمأنينة، ما بنعرف شيء اسمه توتر، ما بنعرف شيء اسمه قلق. كانت كتير حياة جميلة، طفولة من أجمل ما يكون. وكنت بالدراسة طبعاً معظم وقتي القلق الوحيد اللي عندي كان هو الدروس والامتحانات، ما في شيء ثاني، وما بتفكر أنت خلص أنت عايش بوضع كل أمورك مستقرة، ما بتفكر بكرة شو ممكن يصير، هذا الأمر مو وارد. أنت عارفان بكرة شو حيصير معك الأسبوع الجاي، بعد أشهر وبعد سنة، طبعاً دائماً الله أعلم، لكن نوعاً ما كنا متنبئين بكل شيء خطوات حياتنا، ما كان في مفاجآت. فهي مرحلة الكويت، مرحلة الطمأنينة، مرحلة الراحة النفسية، ومرحلة رائعة طبعاً، أجمل سنوات العمر. بعدين مرحلة ما بعد الكويت هي اللي أنت فتحنا فيها بقى على الواقع تبع الحياة، وأنه بأي لحظة الواحد ممكن تتغير حياته، بأي لحظة ممكن يتغير واقعه. صرت أنت ما تعرف تخطط إلا لسنوات قليلة قادمة، وبجوز ما تقدر تخطط حتى بالمرة. نحن هلأ الواقع اللي عايشين فيه ما بتعرف بكرة شو ممكن يصير معك، ما بتعرف بعد ساعات شو ممكن يصير معك. فهون الحياة تماماً اختلفت قبل 1990 وبعد 1990. حتى الوضع بالمنطقة كاملة كان بتحس أنه بعد 1990 كانت أزمة وراء أزمة، بتنتهي حرب بتبتدي حرب تانية، وهلأ صار في الوباء. فاختلف جداً، اختلفت الحياة بالنسبة لي. الفترة اللي كنا فيها كان بتذكر عملوا مشروعات سياحية، الأندية السياحية، فكانت الأندية السياحية مكان جدا رائع يجتمعوا فيه الناس، الأصحاب، علاقات اجتماعية رائعة، وكان الأجواء الاجتماعية جدا راقية،
فيها البساطة، فيها العفوية. كتير كان مجتمع رائع، كتير كنا مبسوطين. يعني الحقيقة بفتقد هذا النوع من الحياة الاجتماعية، يعني رغم أنه بعدين الواحد عمل كتير علاقات اجتماعية، لكن نوعية العلاقات اللي كانت بالكويت فعلاً كانت مختلفة وفعلاً كانت مميزة والأشخاص مميزين. كتير كنا مبسوطين، في زيارات بين في الجيران عائلة، الجيران ما أنت بتحس بغربة إنه أنت ببلد غير بلدك، لا أنت ببلدك وهدول أهلك جيرانك، مع إنه كل واحد من جنسية. فكتير كان كتير رائع الوضع وكتير انبسطت وعملت رفقات. أنا لحد هلأ رفقاتي من أيام المدرسة والروضة والجامعة لحد هلأ لسه علاقتي فيهم، طبعاً توزعوا بكل أنحاء العالم، لكن لهلأ لساتنا مترابطين، وأحلى وأجمل صداقات هي بهذيك الفترة كوناها. كان عندي في عنا أصدقاء كويتيين لكن مو هالعدد الكبير، لكن أنا كان عندي مثلاً صداقات من المدرسة، كم صديقة كويتيين من المدرسة، زائد في أصدقاء من الجامعة، بعض الأصدقاء من الجامعة، زائد والدي والدتي كان عندهم أصدقاء من العمل ومن العلاقات الاجتماعية. ما كانت المجموعة الكبيرة، لكن صداقتي لهلأ، رفقاتي الكويتيين لهلأ مستمرة، تواصلنا دائم مع بعض ورائعة الصداقات معهم، وكل كام سنة نحاول نلتقى بشي مكان نشوف بعض. هلأ لما صار الاحتلال نحن كنا بالكويت، نمنا يوم الأربعاء مساء 1 أغسطس على واقع معين وطريقة حياة معينة، وأنت متوقع بكرة عندك في عندي شيء معين بدي أعمله، بكرة بدي اجتمع مع رفقاتي، بدنا نروح على نادي أنا ورفقاتي، هيك كنا متفقين. فنمنا بهذا الوضع. الساعة 6 الصباح الخميس 2 أغسطس ماما اجت فيقتني، وأنا استغربت جداً أنه ويكند وتفيقني هالقد بكير، يعني غريبة. قالت لي وقتها ماما، قالت لي في شيء غريب عم بيصير، في طيران عراقي عم بيحلق فوقنا. وكانت نوعاً ما في نوع من الاضطراب، يعني أنه في جدي. أنا ما استوعبت، يعني أول الأمر ما استوعبت أنه شو يعني كل هذا الكلام، أكيد في شيء خطأ، أكيد أنا فهمت خطأ أو ماني مستوعبة ماما شو حكيت، أو مثلاً بجوز تكون مناورات عسكرية، أي شيء، أي تفسير تاني غير الواقع اللي أدركته فيما بعد. فقمت طبعاً، فقت، رحت ركضت على النافذة وشفت الطيران العراقي فعلاً عم بيحلق فوق. بتذكر وقتها سألت بنفسي إنه كيف أهلي قدروا يميزوا إنه طيران عراقي مسافة بعيدة جداً. فطبعاً الإذاعة هون كانت ابتدوا يعملوا بيانات من القيادة العراقية باللي صار، إنه دخلنا الكويت، فهون يعني ابتدينا شوي ندرك شو عم بيصير. بعد شوي والدي حاول مثل عادته بده ينزل على مكان عمله، فلبس وطلع لمكان العمل. بعدين واجهته دوريات عراقية، وقفوا وقالوا له يرجع على البيت، ما فيه إنه يطلع من البيت. فرجع على البيت، طبعا صار في حواجز عراقية بكل مكان، انتشرت القوات العراقية بكل مكان. وقت رجع والدي كمان اتصل بأولاد عمتي، كانوا ساكنين بمجمع أبراج المسنة بوسط البلد، فمكان ما في كل الأحداث عم بتصير. فاتصل فيهم على أساس يجوا لعنا، لأنه منطقتنا كانت أبعد، نحن كنا ساكنين بالجابرية، فنوعا ما أهدى وأبعد وأمان أكتر. فاتصل فيهم كلمهم، قالوا له خالو ان احنا ما بنقدر نطلع من مكان سكننا، لانه الدبابات العراقيه كلها تحت محاوطه المكان ومنتشره بالمنطقه، فما في طريقه نطلع.
بعدين فيما بعد قدروا يطلعوا واجوا لعنا. فيعني كان شيء أشبه بالحلم، شيء ما بيتصدق أنك أنت تنام على واقع معين وتفيق بعد كم ساعة واقع مختلف تماماً، وأنت ممكن تكون حياتك وأرزاقك مهددة بالخطر. فيعني شعور ما بينوصف. بوقتها بهذيك الفترة وخلال الفترة اللي كنا قاعدين فيها، طبعاً ما كنا نقدر نطلع من البيت، كانت خروجنا بس للضرورة القصوى طبعاً، بس للرجال هن اللي يطلعوا، السيدات لا نضلنا بالبيت، وللضرورة القصوى للأكل للمؤونة. كان في مجموعات في هذيك الفترة، مجموعات من الشباب الكويتي زائد شباب من جنسيات تانية، كانوا عم بيحاولوا يوزعوا أكل على العائلات عشان ما حدا ينقطع. وكان الوالد وولاد عمتي وجيراننا الرجال اللي موجودين بالبناية كانوا دائما يتناوبوا مساء، يعملوا مناوبات للحراسة الليلية. يعني كان الوضع بداية ما صارت شغلة، بصراحة كان عندنا حالة من عدم التصديق، عدم التصديق تماماً، لأنه ما تخيلنا أنه ممكن هيك شيء يستمر. قلنا لحالنا أنه أوكي بيجوز شغلة كام يوم ورأساً حتنحل الأمور وحينتهي الموضوع. كل ما استمر وطول أكثر كان يصير الموضوع مخيف أكثر ومقلق أكثر بالنسبة لنا. كنا عم نتابع على الراديو، على قد ما فينا نلاقي قنوات نتابع إنه شو عم بيصير مستجدات، شو عم بيصير مباحثات لإنهاء هالوضع. طبعاً التلفزيون الكويتي كان البث محلي، وكان دائماً القيادة العراقية عم تنزل بيانات تبع القيادة العراقية، وكانوا معتبرين إنه الكويت هي المحافظة 19 للعراق. فكنا عم نحاول نلاحق الأخبار. كل ما استمرت، كل ما طول الموضوع كنا نخاف أكثر، لأنه صار في سرقات، صار في اعتقالات، فالموضوع ابتدى يتحول من أنت عم متخيله أنه كابوس حينتهي بسرعة وحالة عدم تصديق، لا موضوع ابتديت تفكر طب شو حيصير الخطر اللي ممكن نحن نكون فيه. فهذا وضعنا كان. ضلينا لفترة لأواخر شهر أغسطس. هلأ بهاي الفترة كان ابتدوا في ناس ابتدت تغادر الكويت، من أصحابنا من كافة الجنسيات ابتدوا شوي يحاولوا يغادروا الكويت. طبعا خافوا، في ناس حسب المنطقة اللي كانوا فيها والمشاكل اللي كانوا يتعرضوا لها. فكل كام يوم كنا نسمع بأصدقاء لنا من العائلات القريبين، الأصدقاء كانوا عم بيطلعوا يغادروا بشكل مجموعات، بشكل قوافل خلينا نقول. وبعد فترة كمان أولاد عمتي وجيراننا كمان غادروا بقافلة من القوافل. نحن لحد هداك الوقت كنا لسه إنه لا نبقى ولا ما نبقى. بعدين بأواخر أغسطس اتصلوا فينا تقريباً آخر ناس، آخر مجموعة من أصدقائنا المقربين اللي كانوا خبرونا إنه خلاص قرروا هن يغادروا. بالنسبة إلنا هدول كانت اللحظة اللي والدي قرر فيها إنه خلاص لازم نترك، لأنه صار خايف على عيلته، صار بده يأمن عيلته. بالبناية ما عاد فيها غير نحنا، المنطقة صارت تقريباً شوي موحشة، فالوضع صار مخيف بالنسبة لنا. فقررنا أنه مع آخر مجموعة من أصدقائنا المقربين أن نحنا نلتحق فيهم، نطلع بهاي القافلة اللي غادرت الكويت. بهداك الوقت كمان طبعاً ما بنقدر ناخد أي غرض، لأنه الوضع لا يسمح أنك تاخد أي شيء من
من ممتلكاتك. فبتذكر ماما أخذت أغلى شيء عندها بالنسبة إلها اللي هو ذكرياتها، اللي هو كل ألبومات الصور والأفلام اللي كانت عندها. هذا الشيء اللي كان بيهمها أنه تنقذه. والدي أخذ الشيء اللي كان كتير شغوف فيه، هو مجموعة الطوابع تبعه. فهذا كل اللي أخذنا من بيتنا بهذاك الوقت أول مرة طلعنا. والحمد لله يعني بالنهاية الواحد بيفكر أنه حياته هي بتضل الأولوية وعائلته هي الأهم. لما جينا بدنا نطلع بالقافلة كنا أنا ووالدي سقنا سيارتين مختلفين. هو أخذنا بهذاك الوقت كان كل واحد نحن عنا بالعائلة طبعا عنده سيارته، هذا الشيء الوضع طبيعي. فكان عنا بس ما قدرنا غير أنه الوالد ساق سيارة وأنا سقت سيارة، فطلعنا بسيارتين ومع أصحابنا بهذاك الوقت. حتى وكانت تواجهنا دائما نحن على الطريق، الخروج كان عبر العراق طبعا. فكل المسار انت عم تمشي بين دبابات عراقية، فالوضع مرعب كان جدا. وبتذكر بهذاك الوقت وكانوا يوقفونا دائما طبعا، كل فترة وفترة لازم يوقفك حاجز يعملوا تفتيش. كانت مخيفة. وكانوا بتذكر قالوا لوالدي انه كيف عمرها 15 سنة انه قاعد عم بتخليها تسوق، وانا فعليا كنت 20 سنة عمري بس بيني اصغر من عمري. فكان في مضايقات، كان في خوف كتير، بس انت بتتونس انه كونك في ناس ما انك طالع لحالك. والحمد لله مرينا، ضلينا طبعاً عم نسوق ورا بعض، عم نوقف عن الحواجز. كنا جنسيتنا أردنية ما تعرضنا لإزعاجات، والحمد لله وصلنا بعدين على الأردن. طبعاً الأهل هون استقبلونا بالبكاء واللي لأنه كان ما في تواصل، فكان كتير صعب إنك تطمنهم، ما كان في شيء يطمنهم. فيعني كانت مشاعر كتير كتير مؤثرة، لأنه هن مخايفين كتير علينا، نحن خايفين وأنت منفعل وخايف على حياتك ما أنا عارفان شو بده يصير. فبالنهاية الحمد لله وصلنا. يعني كان شعور بالارتياح لأنه وصلنا بأمان الحمد لله، بس بنفس الوقت عندك شعور كتير بالفقد. أنت تركت بيتك، تركت الشيء اللي تربيت فيه. أنا بتذكر شغلة طريفة خلينا نذكرها. قبل ما نطلع من البيت بالضبط، قد ما قلبي محروق وقد ما صعب علي جداً هالوجع تبع أنه المكان اللي تربيت فيه والدولة اللي تربيت فيها، إنك تترك فجأة كل شيء وتمشي. فبتذكر وقتها أخذت مجموعة أوراق كتبت فيهم بخط إيدي ووزعتهم بكل أنحاء البيت. كنت كاتبة بكل ورقة دعاء إنه موجه لأي شخص يفوت يسرق بيتنا، إنه عم بدعي عليه إنه الله لا يبارك له من يعني فشة قلب فينا نقول. فبتذكر يعني بتذكر تماما شعوري قديش كنت جدا موجوعة بهذاك الوقت. انه واللي خطر على بالي كمان هذاك الوقت شعور الفلسطينيين لما بوقت من الاوقات اضطروا بلحظة كمان يتركوا بيوتهم ويتهجروا ويتركوا كل شيء. هون حسيت فيهم، هون لأول مرة بتحس إنه شو معنات إنك فجأة تترك بيتك تترك كل شيء وخلص، إنه يعني كل شيء عشته تربيته انتهى. آه
لما سمعنا خبر التحرير كنا بعمان، طبعاً كان خبر رائع بالنسبة لنا، كان دمعت عيوننا، بكينا، رقصنا إنه وأخيراً انتهى هذا الكابوس، وأخيراً رجعت الأمور لمجاريها، لأنه ما ممكن نتخيل إنه هذا الوضع يستمر. كتير كانت سعادة بشكل فظيع، بس للصراحة كانت سعادة مشوبة بالقلق، لأن صح تحررت الكويت، لكن ظل الوضع بتحس إنه في شيء في نوع في شيء مقلق، في وضع مقلق، ما إنه رجعت الأمور طبيعية، لا ظل في رواسب للشيء اللي صار. ففرحنا كتير، لكن قلقنا شو حيصير بعدين، شو المرحلة الثانية، أو هل فعلا خلاص حيرجع السلام للمنطقة. فكانت سعادة بحذر. رجعنا على الكويت، أول مرة رجعت على الكويت كانت بال 2012، يعني بعد 22 سنة. طبعا كان شعور كتير غريب إنه أرجع للمكان اللي ولدت، يعني كان عمري أشهر، فوعيت وتربيت ونشأت فيه. كتير كان شعور غريب ورائع وحنين وشوق بشكل فظيع. كنت كل ما طلعت مع أقاربي أو أصدقائي أطلب منهم ياخدوني جولة على الأماكن كلها اللي كنا نروحها ونرتادها، وأماكن سكننا، وعلى مدرستي وعلى جامعتي. فكتير كنت سعيدة. أول مرة بنزل على الكويت كان شعور رائع إنه أخيراً رجعت شفتها. تغيرت علي، بس ما تغيرت بالشكل الكبير، يعني لقيت لسه جزء كبير من ذكرياتنا لسه موجودة، والحمد لله. وبعدها رجعت على الكويت كمان، زرتها عدة مرات، يمكن 4 مرات. فكل فترة وفترة بنرجع بننزل على الكويت وبنشوفها، لأنه لحد الآن لنا كتير أقارب هنيك، لي كتير أصدقاء هنيك، فبحن دائماً بحن أني أرجع زورها كل فترة وفترة. الرسالة اللي بوجهها لحكومة الكويت ولشعبها إنه فعلاً من كل قلبي بتمنى الله يديم الأمن والأمان على الكويت. اللي بدي أقوله هون إنه نحنا، أنا بالنسبة لي الكويت وطن. الكويت ما هي مكان عشت فيه وغادرته، لا، الكويت وطني، وخاصة إني نشأت فيها. يعني أول شيء وعيت له على الدنيا أنا الكويت، وتربيت فيها ولحد ما خلصت جامعة، فهي بالنسبة لي وطني. وأي وقت بسمع فيه كلمة الكويت أو بسمع فيه غنية كويتية، فوراً بيرجع هذا الشعور بالحنين، بالنوستالجيا، بالشوق. الوطن، يعني الكويت وطن سكني، مو بس نحن سكننا، هو سكننا. 20 سنة مو قليلين من حياة أي شخص، وخاصة لما بيكون طفل طفولته ومراهقته. فكيف يعني ما ممكن ينتسى هذا الشعور. الكويت بحبها كتير، عشق. وهي وطن، وأنا ما بعتبر الوطن ممكن يكون مكان واحد، لا، الوطن أكثر من مكان. الوطن هو كل مكان سكنته عدة سنوات وأثر فيك وكونت فيه ذكريات. والكويت أجمل مرحلة بالعمر، أجمل الذكريات، أجمل الأصدقاء. يعني ما فيني خبرك قد ايه بتعني لي الكويت. هي وطني، النشيد الوطني تبع الكويت، وطني الكويت، سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد. وطني الكويت، وطني الكويت، وطني الكويت، سلمت للمجد.